بتهزر صح؟ يا بنتي بقولك الحقيقة، انتي بنتي، انا بنتي. والله انا مش عايزاك تعيط، صدقني انا هبعتلك من هناك. هو انت ليه مش مصدق؟ هكلمك دايما وهسأل عليك، زي ما انت اتعلقت بيا انا كمان اتعلقت بيك. انا وخيرية كنا بنحب بعض وكنا متفقين على الجواز، وقلنا لما جدك هلاقينا متمسكين ببعض هيوافق على جوازنا، بس مش كل حاجة الواحد بيخطط لها بتتحقق. جدك صمم يجوز مامتك لباباكي عشان كان غني، وانا كنت لسه ما كونتش نفسي وما عنديش شقه ولا حتى فلوس ولا كنت لاقي شغل، والحب عمان احنا الاتنين وخلطنا الغلطه دي، ومامتك اتجوزت بعدها على طول. اللي انت بتقوله ده، انا غلطه. لا يا حبيبتي، انت احلى حاجه في الدنيا دي، احنا اللي غلطنا، انت مالكيش اي ذنب، بس احنا دفعنا ثمن الغلطه دي غالي قوي. خيريه كانت بتتعذب كل يوم من تأنيب الضمير، عشان كانت حاسه ان هي بتخدع طاهر طول الوقت، كانت عايزه تعترف له بالحقيقه بس كانت في الاخر بتتراجع. وانا كمان عشت بتعذب عشان انت بعيد عني، كنت طول الوقت اما بفكر فيك يا بحلم بيك يا براقبك، حتى الجواز ما فكرتش فيه، كنتش عايز اجيب لك اخ او اخت يشاركوك حبي ليكي. عشت حياتي كلها بحلم ان اكون قريب منك وبس. ابويا مش ابويا؟ لا طبعا، ابوكي الاب اللي مش بيخلف وبس، الاب اللي بيربي كمان. وسبحان الله كان هيكون لك اخ من بابا طاهر، بس ربنا ما اردش. خيريه حصل لها مشكله في الرحم والجنين ما كملش، وبعد كده عرفت من الدكاتره ان هي مش هتخلف تاني، بس الراجل اللي رباكي ده ابوكي برضه يا ليلى، كان قادر انك انت تكوني بنته الوحيده. بعد كده مامتك قالت لي ان هي مش هتقدر تقابلني تاني ولا تشوفني تاني وبعدت، بس انا فضلت قريب، كنت براقبكوا عشان اطمن عليكم، لحد ما بدات اشوف خيريه بتعيط كتير وهي نازله من العماره. اتكلمنا مع بعض تاني وعرفت منها ان طاهر بيعملكم معامله وحشه قوي، هي ما قدرتش تستحمل ورجعنا لبعض تاني. أنا ذنبي إيه؟ فاهم؟ خفت على صورة خيرية تتهز قدامك. مامتك كانت جميلة أوي يا ليلى، ومتستاهلش مني إن أنا أشوه صورتها لأي حد أو في أي لحظة.